مرحبا واهلا وسهلا فيكم، السلام للجميع. كل سنه قرب الكريسماس او اعياد الميلاد يصير كتير اسواق في اوتاوا عشان الناس تشتري هدايا، وهذه الاسواق معظمها بتكون اسواق يعني شغلات تجاريه. بس هذا السوق الموجود في تي دي بليس حوالينا بيعمل شغلات نون تراديشنال، يعني شغلات الناس بسويها بايديهم. وهون زي ما انتم شايفين تقدروا تبعتوا لتر لسانتا، لتر لعمو سانتا. خلينا اورجيكم شو في بهذا السوق. هم ببيعوا بيرا اي ثينك، هذا جامبل جيرك تشيكن وشغلات للاكل شكلها زاكي، هوت شوكليت. اشوف هالشغلات محلاها. نايس، هاي شغلات حلوه. هاي وير ات فورورد، واو ثانك يو فيري نايس جايز بيوتيفول. از ات ميد هير ان كندا؟ ديزايند ان كندا ميد ان تشاينا. اوكي ذاتس جود. Thank you. Designed in Canada يعني معمول في كندا. هذا هون تشوفه عاملين انه محل اسمه ميد ان، طلع الحصان غاد العرب هاي. اوكي هذه شغلات كلها معموله في كندا. واو yeah. حلو حلو كثير. اوكي very nice very beautiful. And then for this one, would you like something written on the bottom? Yeah. Cool. You like the عليها كتير هاي. Yeah. On. هذا بسوي شغلات. Wow. Candles من الواكس من البي واكس. ما شاء الله زي هيك. Hi guys. Wow. هذا ببيع جرابين. طبعا هاي الجرابين هلا صار كتير مشهورة. خاصة بعد ما لبسها رئيس الوزراء جاستن ترودو، الناس كله صارت تضحك عليه تقول ليش لابسها. طلع لابسها دعم لواحد معاه داون سيندرومز، وهو مؤسس لشركة للسوكس وكان يشتري منه جاستن ترودو، فكان يعمل له زي دعم وعمل له دعاية كبيرة. فنرفع القبة على هاي الحركة لأنها حركة جدا مهمة لدعم الأطفال. هذا ببيع تشيز، جبن من أنواع الجبن زي ما انتم شايفين، شغلات حلوه هيك ممكن تجيبوا الاولاد تقعدوا تتفرجوا. اذا بدكم تشتروا هدايا لاصحابكم طلعوا هاي الشغلات محلاها. هذه كلها صوف، هذا صوف الالبقر. بيعوا هلال هوت شوكليت، هذا كيك، هذا ببيع سايدر. هذا ببيع شغلات زاكية. هون عاملين لك هاشتاج كريسماس، فان شاء الله تنبسطوا وكل عام وانتم بألف خير. طلع 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 محلى الاختراع هذا، يا عيني عاملينها زي شجرة العيد الميلاد. هون عاملين عشان نتدفى، والله بردنا يا عمي، خلينا نتدفى شوي. طبعا انا بدي كنت اودعكم بس اكتشفت انه الموضوع ما انتهى هون. الموضوع في فارمر ماركت يا جماعة، حكينا عنه في أكثر من فيديو، بس خلينا نشوف شو في جديد في هذا الفارمر ماركت. سوري طلع طلعوا يا جماعة شو ممكن تشوفوا هون. وهون جوا وورم، يعني حكينا كتير على الفارمر ماركت. هذا very 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 special very big، طلع أكبر. هون ممكن تعملوا تستينج سموكي سويت فيجيتيريان. السلام عليكم برادر. How are you doing? Good. Good. واو. هذا شكله مسلم صومالي. ف يعني بدي اورجيكم شغلات كثير في اوتاوا، لكن الوقت قد
ياخذنا. خليكم معنا في حلقات ثانيه، اعملوا سبسكرايب لهذه القناه، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد اكيد اكيد راح تنبسطوا بالشغلات الجايه اللي راح تيجي. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.